عائلة هوغينز ترحب بكم على طريقتها الخاصة، عبارة مكتوبة أمام باب منزل الأسرة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، عبارة تحمل الكثير من الحب والأمل. ل75 عاماً استمر زواج هذين المسنين، زواج لم تؤثر فيه ظروف الحياة والصحة الصعبة. نحن متزوجان منذ 74 عاماً، أنا في 92 من العمر وهو في 96. لم ننفصل أبداً عن بعضنا، عشنا الحياة بسرائها وضرائها. قصة عائلة هوغينز ألهمت الكثيرين، خاصة وأنهما خضعا مؤخراً لعملية تبديل صمامات القلب بلا جراحة معاً، وهي العملية التي نالت شهرة كبيرة نظراً لعمر المريضين ولطريقة تبديل صمامات القلب فيها. فالإجراء الذي طبق عليهما يعتمد على تقنية حديثة، ويستغرق إجراؤه نحو 90 دقيقة، تسمح باستبدال الصمام الأبهري عن طريق إدخال صمام صناعي من فتحة صغيرة في الفخذ ومنه إلى القلب، ثم ينفتح الصمام بمجرد وصوله ليتحكم من جديد في تدفق الدم. الفكرة هي أننا نستطيع أن نرى ما نقوم به خطوة خطوة بدون فتح الصدر واستخدام المشرط. الآن لدينا تقنيات التصوير بالموجات فوق الصوتية، ولدينا أجهزة صغيرة وصمامات تكون منكمشة على بعضها البعض أثناء دخولها من منطقة الفخذ، لكن عندما تصل إلى القلب تنفتح لتأخذ مكانها المناسب وتقوم بوظيفتها الحقيقية. الطريقة العلاجية هذه تستخدم في حالة تضيق الأبهر التي تؤثر في المسنين، وهي مناسبة لهم لأنها تجنبهم مضاعفات العملية الجراحية التي تعتمد على شق الصدر واستخدام الكثير من القطبات. استبدال صمامات القلب دون اللجوء إلى جراحة يعتبر أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة القلب، وهذه الخطوة ستمهد لبدايات حقيقية وتطور هائل في مجال علاج تضيق الأبهر الشديد الذي يعاني منه كبار السن. نسبة نجاح هذا النوع من العمليات مرتفعة جداً، فهي لا تترافق بمضاعفات أو ألم، كما أنها تقلل من احتمالات تعرض المرضى للسكتة الدماغية مع تدني معدلات الوفاة بعد إجرائها، وهي وإن كانت تمهد الطريق للأطباء لتوسيع نطاقات استخدامها، إلا أنها أعطت ولا تزال الأمل للكثير من كبار السن في عشقهم الدائم للحياة. سلام الفيل، سكاي نيوز عربية، ولاية أوهايو الأمريكية.